محمد. اكتب ابو محمد. لا ما تكتبش ابو محمد. ايش اكتب؟ علق تعليق وخلص. الناس بعد بسكر عليكم الطريق من الشرق ومن الغرب ومع السلامه، من دجاجه البحر لدجاجه خزاعه. خلاص يا هاني فك تعاقد معاه، اليوم حننقذ العهد خلاص. طب وين من الصبر يا معلم حريات؟ ايش دعايه؟ عم شقه ثانيه من دجاجه الشمس مستعجل. يا حلو خشتنا. قدم الشاي ابو محمد قد. يا روحي انا خذها انت. غير هيك ما بعرفش ايش بدي يصير. يا ملك انا ارقام. طب بعد وش اعمل لك انا؟ هذا اثر رش طيارات الاحتلال، رشوا مبيد اعشاب يوم الاثنين الماضي، وللعلم مش اول مره انهم برشوا في المنطقه، رشوا قبل هيك العام الماضي في شهر 12 19 و20 و21 12 2015، وفي سنه 2014 19 و20 و21 10 2014 ابادوا جميع الخضروات في منطقه القرار او منطقه السريج بالكامل. هذه المنطقة للعلم، هذه منطقة القرار أو منطقة السريج، سلة غذائية متكاملة لجميع أنواع الخضار لقطاع غزة. الاحتلال معني بإبادة هذه الخضروات كل عام في سنة شهر 10 أو 12 أو شهر 1 يقوم بإبادة جميع المزروعات في هذه المنطقة. كثير من المزارعين دمرت وانخربت بيوتها. أنا بس الكاميرات وهذا أقول لك هذا مش مصروف. هاني خذ هذول سوا اللي هاي دايبين على كل الدواء بقول لك سجله عليه بعد 2 كيلو هذا من الحدود للارض المزروع فيها 2 كيلو هي مصر. هذا اللي عمره اقل من 20 يوم كله بتعرف اول العام اول شيء هيك بس على الشغل على السجن الظاهر هي على السجن 91 يوم خلص العظيم لا مخلى حمام ولا مخلى برديس ولا مخلى عداد والله كله ينباع. والمبيدات الاعشاب هاي بتضر الزراعه، واحنا بنناشد الصليب ولا الزراعه، الزراعه تبعتنا تيجي تدور علينا، يعني حرام هذه الزراعه نزرعها وتقرب للنتج، واحنا يعني مكلفه، الزراعه مكلفه. بعد يومين الحليج مين والناس نايمين؟ هذا الحليج بسوي. استلمنا سنه حرب، طلعنا من معزق حرب لمأزق انه العام كرر نفس السيناريو، رش وجبنا الزراعة والصليب ونشدنا كل الجهات المختصة في هيك موضوع، قالوا وسجل سجل حبر على ورق والأضرار. احنا مزارعين مدمرين، المزارع اللي معلوش دين عليه 30,000 دينار دين، اللي بقول لك معليش الزراعة. فاحنا يعني مش بس عقد انه المزارع بده يعيش، انها في ناس كتير مختصة في الشغلات، وناس احنا بنزرع عشان احنا ناكل وغيرنا ياكل، وفي اسر بتشتغل معانا عشان تعيش، مش عقد بس احنا قد الزراعة. فاحنا اليوم اذا بدنا نزرع واخرة الدور الاحتلال يجي يرشه وما حدش يدور علينا، اصبح احنا لا عشنا ولا الاسر اللي بتشتغل معنا عاشت. لو بده يرش حتى بالطياره، رش قبل هيك بالطياره ما ضرناش، لكن هو معني انه بده ينهي السله القطاعيه، السله الغذائيه في قطاع غزه على طول الشريط الحدودي من بيت لاهيا لرفح. زي اولادنا هذا بالرب فيه، فالاحتلال اجبرنا ان الحين انا بدي اشيله وارميه. اموالك رقمات؟